مصطفى زروال الكاتب الاقليمي للنقابة المستقلة للممرضة وتقنية الصحة بسالة. هذه الوقفة جاءت استمرار البرنامج النضالي اللي دام اكثر من شهر 3 على مجموعة الاختلالات اللي كيعاني منها القطاع الصحي بعمالة سالة. هذا القطاع الصحي اللي هو كما كنعرفوا مسألة حيوية بالنسبة للمواطن المغربي لتقديم الخدمات العلاجية، لكن اليوم في اطار اصلاح المنظومة الصحية كنلقاو بان المسؤولين ديال سالة خارج التغطية بالنسبة لهذه الاصلاحات، خصوصا في تدبير مجموعة من الاختلالات على رأسها مثلا مجموعة اختلالات تدبير الموارد البشرية. الموارد البشرية اللي كنعرفوا هو الدعم الأساسي للقطاع الصحي. المندوب الإقليمي بسالة يقوم بالتنقيلات خارج إطار القانون مجموعة من الأطر سواء داخل المستشفى أو في المراكز الصحية أو بينهما، حتى تهريب مجموعة من الأطر الصحية من أطباء ممرضين خارج سالة، وحنا كنعرفوا الخصائص اللي كتعانوا منه سالة. كذلك اليوم المندوب الإقليمي اللي كيقوم بزعم الحبس ديال مجموعة من ليزانستونس ديال التسيير اللجان ديال التسيير داخل المستشفى من في إطار القيام بالعمل والدور ديالها الفعال حتى يبقى للقوانين. اليوم المندوب الإقليمي وقف جميع هاد الاجتماعات، بالعكس في حين يقوم بها كيهربها من المحتوى ديالها، وتيتم الدعوة ديال مجموعة اللي لا ينتميوا لهاد اللجان الإدارية الخاصة بالتسيير. كذلك المندوب الإقليمي في إطار تغييبه للمقاربة التشاركية قام بإعداد مجموعة من اللوائح ديال تعويضات البرامج الصحية، ولاحظنا أنه تم إقصاء مجموعة من الأطر الطبية والتمريضية سواء داخل المستشفى أو المراكز الصحية من هذا التعويض، رغم أنهم كيقوموا بتنزيل البرامج الصحية بالنسبة للمواطنين. السلام عليكم، عائشة بعير ممرضة متعددة التخصصات بالمركز الاستشفائي مولاي عبد الله، وحاليا كنشتغل بمستعجلات القرب وقنادل تابعة لمولاي عبد الله، وعضوة بالمكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين وتقنية الصحة. كما كتعرفوا أن هذا الاحتجاج جاء من بعد العديد من الاحتجاجات التي عرفها الإقليم لعدة شهور، أو يعني قربنا نكملوا العام دابا وحنا كنحتجوا على التسيير العشوائي للسيد المندوب والإدارة المستشفى. والدليل على ذلك فإن احنا نتمم المبادرة التي قامت بها الوزارة بدعم المركب الاستشفائي مولاي عبد الله بالعديد من الأطر الصحية التي جاءت من المستشفى الجامعي، إلا أننا كنا نرحب بهذه الفكرة كنقابة وكشريك في الحوار الاجتماعي، نتفاجأ مرة أخرى بتعنت السيد المندوب وعدم إشراكه في الحوار وعدم إشراك النقابات في الحوار الاجتماعي. وكما تعلمون أن يعني الصحافة كلها تعلم أن السي اش اي يعني الالتحاق ديال الأطر كان بالعديد من الاجتماعات مع العديد من النقابات ومن الفرق الاجتماعيين، وكان مجهود كبير لإدماج النقابات لحل المشاكل التي يترضخ فيها الإقليم باستثناء إقليم سالة. فنحن نستنكر وبشدة هذا الإقصاء الذي ينهجه السيد المندوب للنقابات، وكما تعلمون أن هناك في هذا التنسيق النقابي ثلاث نقابات التي تحتج على هذا النهج الذي ينهجه السيد المندوب، ونطالب وزير الصحة بالتدخل من أجل حل المشاكل. فنحن كممرضين نعمل في ظروف جد قاسية ونعمل في تسيير عشوائي بمعنى الكلمة، وبتسيير يعني الذي يضر يعني بالعرض الصحي. التسيير العشوائي يعني المردودية ما كيناش حاليا، كنحسوا بأننا نعمل في ظروف كما نقول قاسية جدا، وهذا ما دفعنا للاحتجاج والدفاع على الممرض كإطار واحترام الكرامة الممرض. مشكرا. جوهري عضو التنسيق النقابي لقطاع الصحة بسالة المشكل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة المستقلة للممرضين والاتحاد الوطني للشغل المغرب. اليوم جئنا نحتج في إطار معركة نضالية نخوضها منذ شهور ضد الاختلالات التي يعاني منها قطاع الصحة والتي تضرب العرض الصحي بهذه المدينة. هذه الاختلالات التي أصلها هو يعني سوء التدبير المحلي الذي ينهجه يعني المندوب الإقليمي، حيث أنه يعني يقوم بإصدار مجموعة من القرارات الانفرادية التي يعني تضرب العرض الصحي، حيث أن هناك خاصة على مستوى تدبير الموارد البشرية هناك واحد يعني سوء توزيع الموارد البشرية، هناك واحد التمييز واحد التباين كبير ما بين الموارد البشرية توزيع الموارد البشرية ما بين المراكز الصحية، هذا يؤثر على جودة الخدمات الصحية المقدمة بعض المصالح، وكذلك على كثرة الأعباء وظروف الشغل بالنسبة للأطر الصحية. كذلك على مستوى مستشفى مولاي عبد الله هناك يعني خصائص مهول ويفاقم هذه الخصائص هو سوء توزيع الموارد البشرية داخل المصلحة، كذلك داخل هذه المؤسسة. كذلك هناك قرارات ديال المندوب الإقليمي بسحب العشرات من الأطر الصحية من هذه المؤسسة هذه،
يعني في تهديد لاستمراريه الخدمات الاستعجاليه داخل هذا المرفق. كذلك هناك يعني مجموعه من يعني من مظاهر الفوضى داخل المستشفى، منها يعني فوضى في ضبط الولوج، هناك يعني مشكل ديال نقل المرضى داخل المصلحه ومشاكل اخرى، يعني والتي هذه المشاكل اللي صراحه كان المفروض ان لجنه المؤسسه التي راسها المندوب الاقليمي هي المسؤوله يعني على تدبير هذه المسائل، ولكن هناك يعني اجهاز على هذه اللجنه هذه وتهريب المواضيع وتهريب الصلاحيات ديالها من طرف الرئيس ديالها اللي هو المندوب الاقليمي. كذلك هناك يعني جينا نحتاج ضد تغييب المقاربه التشاركيه، المندوب الاقليمي لا يتوانى يعني في يعني تجاهل يعني الفرقاء الاجتماعيين من اجل يعني في اصدار مجموعه من القرارات. مؤخرا كان واحد القرار ديال النقل مجموعه من المصالح من المستشفى الجامعي نحو مستشفى مولاي عبد الله، هذه العمليه هذه تمت دون اشراك الفرقاء النقابيين بسالة. المندوب الاقليمي لم يكلف نفسه عقد اجتماع واحد مع الفرقاء النقابيين. هذه المساله هذه يعني هذا النهج هذا خلى مجموعه من يعني من العمل من الارتباك خلال هذه العمليه، غموض، هناك مشاكل اللي بدات كتظهر حاليا ديال هذه المساله هذه، في حين ان الاداره ديال المستشفى الجامعي يعني عقدت مجموعه من اللقاءات مع الفرقاء النقابيين، وبالتالي هذا مثال صارخ على يعني غياب الحكمه، غياب المقاربه التشاركيه في تدبير قطاع الصحه. اليوم المغرب وقطاع الصحه عموما مقبل يعني على الرهان ديال انجاح ورش الحمايه الاجتماعيه، الورش الكبير الذي يعني يخوضه المغرب حاليا. هاد الامثال لهاد المسؤولين وبهذا النوع وبهذا النهج ديال التدبير راه بطبيعه الحال هناك يعني هناك محاوله يعني الافشال هذا الورش ديال الحمايه الاجتماعيه هنا بقطاع الصحه، ونطلب من السيد وزير الصحه تدخل بشكل مستعجل. نحن مستمرون يعني في النضال، عندنا وقفه الاسبوع القادم ان شاء الله امام مندوبيه الصحه بساله، ووقفه امام وزاره الصحه في القادم من الايام، ونطلب من السيد وزير الصحه تدخل بشكل مستعجل من اجل وضع حد لهذه الاختلالات التي يعاني منها قطاع الصحه لسنوات، اللي كانت موضوع من تقارير ديال المفتشيه العامه لوزاره الصحه واسئله في البرلمان، يعني كانت مجموعه من الوقفات ايضا في هذا السياق هذا. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.